متابعينا الكرام، سنكون معكم من هنا من وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبالتحديد من سوق مخيم جباليا، نرصد أوضاع النازحين ونرصد أوضاع الاقتصادية وحركة البيع والشراء داخل هذا السوق. طبعا متابعينا الكرام، هذا السوق هو ليس السوق الرئيسي في وسط مخيم جباليا، هو سوق استثنائي تم إقامته أمام عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تضم آلاف النازحين داخل أسوارها. طبعا هو سوق مؤقت يعقد يوميا لبعض الساعات بعد أن دمر الاحتلال السوق الرئيسي في منطقة مخيم جباليا. طبعا البضاعة الموجودة في هذه المنطقة هي بضاعة غير أساسية، الجميع يحاول البحث عن المنتجات الأساسية وعن الطحين بشكل أساسي، لكن لم يتوفر في هذا السوق أي شيء من هذا القبيل. كل بضاعة ناقصة في السوق، أنا قاعد بدور عجل طحين لأولادي مش لاقي عجل طحين لطعم أولادي، فيش عجل طحين طعم أولادي، هذا وضع لا يطاق. طب انت جاي تشتريها شرية؟ جاي اشتريها شرية، جاي اشتري بطل بكيلو 20-30 شيك بكيلو طحين. طب مش ملاقي، طب انا اذا معيش اشتري حق كيلو طحين لاولادي، ليه كيف بتطعمه مرتين؟ كل بضاعة نار، ما فيش بضاعة، البضاعة شحت من الاسواق، ما فيش داعي يجي للشمال، ما فيش اي حاجة تيجي للناس، الناس جاعت، الناس عريت، الناس توسخ. طبعا اليوم كانت الأجواء في شمال قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم هادئة نسبيا، سوى بعض الانفجارات وبعض القذائف المدفعية كانت تسقط في أماكن متفرقة من شمال قطاع غزة، هذا مما جعل هذا السوق مستمرا حتى الآن. أثناء تسجيلنا لهذا التقرير كان هناك انفجار في المنطقة المجاورة لسوق مخيم جباليا، حتى الآن لم نتمكن من معرفة مكان الانفجار وما سببه هذا الانفجار. رصدنا وإياكم مشاهدينا الكرام حركة السوق داخل مخيم جباليا، طبعا كما شاهدتم واستمعتم لشهادة النازحين في هذا المكان، هم يحتاجون إلى السلعة الدقيق بشكل أساسي. محمد أحمد من شمال قطاع غزة لصالح قناة تراتي عربي.